القصة الثانية هي مع أحد المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهي الصقر. تعرفون الصقر من الطيور الجارحة. الصقر يصنف على أنه من أطول الطيور عمرا، فربما يصل عمره إلى 70 سنة، يصل عمره إلى 70 سنة، ولكن حتى يستطيع أن يصل إلى هذا العمر الطويل عليه أن يقوم بعملية صعبة جدا عندما يبلغ عمره 40 سنة، يعني تقريبا في منتصف العمر. الصقر عندما يصل إلى سن 40 ويكون قد وصل إلى مرحلة متقدمة من العمر ويصبح ضعيفا، منقاره يكون شديد الانحناء، وأظافره تصبح جافة، وريشه يصبح ثقيلا، ولا يستطيع الطيران إلا بصعوبة. فعندما يصل إلى سن 40 عليه أن يختار أحد طريقين، إما أن يستسلم للموت، وإما أن يبدأ بعملية تغيير شاملة في حياته. فماذا يفعل؟ يصعد الصقر على قمة مرتفعة، وهنالك يقوم بضرب منقاره على الصخور حتى تنكسر مقدمة المنقار، ويبدأ منقارا جديدا له في الظهور. وكذلك الحال بالنسبة للمخالب والأظافر، أيضا يضربها في الصخور حتى تتحطم وتتكسر. ثم بعد ذلك يبدأ بنتف ريشه، الريشة تلو الأخرى، وهو أمر مؤلم ولكن ليس له خيار آخر، ويستمر بهذه العملية مدة 150 يوما، 150 يوم، وهو يكابد ويعاني هذا التغيير الشامل في حياته. وبعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى تنمو أضاء مخالب هذا الصقر، ويصبح عنده منقار جديد، وينبت له ريش جديد وخفيف، ويستعيد عافيته من جديد، وينطلق محلقا في الفضاء. ماذا نستفيد من هذا الموقف أو هذه القصة البسيطة؟ نستفيد منها فائدة كبيرة أيها الأخوة، وهي أن الإنسان عندما يعتاد على أمر معين قد يصل إلى موقف لا يستطيع له بعد ذلك أن يكمل مسيرة الحياة. ففي هذه الحالة يحتاج إلى أن يجدد من حياته وأن يغير من أسلوبه، وهذا التجديد وهذا التغيير ليس بالأمر السهل، وإنما هو أمر فيه صعوبة وفيه مشقة وفيه ما فيه من المتاعب. فإما أن تستسلم لما أنت فيه من الحال ومن الضعف ومن سوء الأحوال، وإما أن تقاوم وأن تبذل جهدا كبيرا مضاعفا حتى تستطيع التغيير ومجاوزة تلك المرحلة. وهذا الذي نتعلمه من موقف أو من قصة هذا الصقر الذي يكابد ويعاني ويمر في مرحلة في غاية الصعوبة حتى يولد من جديد ويخرج يعني بحياة جديدة، ويطيل الله سبحانه وتعالى في عمره بعد ذلك.